نرحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وأعتقد هي فقرة في غاية الأهمية. هنتكلم فيها عن الملف الأهم، وهو مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اللي كان فيها كلام كتير جدا. وهنتكلم عن فنيات، هنتكلم عن تشكيل، هنتكلم عن أداء مشرف محدش يقدر برضو إن هو عليه. يمكن برضو الناس امبارح بعد المباراة اختلفت شوية، البعض القليل، وخليني أكد برضو البعض القليل، كان متضايق لدرجة ان هو بيقول احنا كان مفروض نفوز وكده، والبعض الاخر بيقول يا جماعة احنا لعبنا اداء مشرف جدا. واعتقد ده المهم، لان برضو ان احنا نتكلم ان احنا بنقارن نفسنا ببايرن ميونخ في الفترة الحالية اللي هو صاعد فيها ومتميز فيها بشكل كبير جدا، يعني في الدوري كمان عندهم، فاعتقد ده مش فار او مش كلام مظبوط. خلينا نتكلم اكتر ونعرف تفاصيل اكتر من كابتن فتحي مبروك نجم الاهلي السابق، لو منورنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيك يا نور، صباح الفل. صباح الجمال، سعداء بوجود حضرتك معانا مره ثانيه، كل مره بتنورنا وبتشرفنا. ربنا يخليك كريم، متشكر جدا. انا هستاذن حضرتك نبتدي عند او يعني نقف عند التفصيلتين اللي نهاوند قالتهم كده في سياق تقديمتها لحضرتك، فكره الفنيات وفكره التشكيل وفكره الخطه. الحقيقه كان في ناس عندها شيء من التحفظات إما على عنصر من الثلاثة أو على الثلاثة مجتمعين، يعني في ناس شافت إن الخطة اللي اتلعبت بيها المباراة ما كانتش هي النموذجية أو الأمثل، في ناس شافت إن التشكيل أصلاً، وبين قوسين كده وخصوصا مع بداية المباراة باتنين لعيبة فقط كمحاور ارتكاز، ورقم ثلاثة التنفيذ بقى الفعلي وعدم اكتمال الجمل التكتيكية المتفق عليها والميس باس اللي شفناه في أكتر من موقف. حضرتك رأيك إيه في التحفظات النادي؟ هبص بنظرة كريم، نظرة قبل المباراة. قبل المباراة الناس كلها كانت متخوفة، مش كده؟ صحيح طبعا. كل مصر وكل العالم كان متخوف إن الأهلي النهائي هيلتقي مع بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بطل أوروبا، بطل ألمانيا، ما شاء الله عنده مجموعة لعيبة في المنتخب. فكل هذه الأمور الناس حتى كانت دائما خايفة من إن يبقى فيه هيفي سكور، خايف ان في برشلونه وبايرن ميونخ 8-2 او ارسنال 10. ايوه الناس عشان كده متخوفه. كانت الناس متخوفه جدا. التخوف ده يمكن انا يمكن وجهه نظري الشخصيه بقى، النهارده تلقاه مستر موسيماني واللعيبه. التخوف اللي كان على وسائل الاعلام والناس والميديا وكل هذه الامور خلت اللعيبه نفسها متخوفه. النادي الاهلي، النادي الاهلي امبارح هو بيلعب هذه المباراه بيحسسك ان انت بتلعب في دوري ممتاز. النادي الاهلي لما بيلعب ضد اي فرقه، الفرقه بتعمل ايه؟ بتدافع وبتنزل زون ديفنس وبتخاف وبتبقى قلق. النادي الاهلي بيستحوذ، ده اللي حصل امبارح. بايرن ميونخ، بايرن ميونخ استحوذ، في ثقه في الاداء، سجل الهدف. هو ما كانش عنده هدف اكتر من كده، لو كسب واحد هو كان راضي جدا. ليه؟ لانه برضه عنده هدف ايه اللي هيبقى بعد كده المباراه النهائيه، وخصوصا ان هو جاي مجهد من المباراه الاخيره سبع ساعات، وكان في مشاكل برضه في السفر وكلام منه. فكل هذه الامور هو برضه على استراتيجيه بيفكر بعقلانيه، ان هو كسبان واحد ما يدخلش فيه جول ويبتدي يستحوذ، يبتدي يلعب لحد ما سجل الهدف الثاني. النادي الاهلي تخوف، يعني انا بكلمك برضه النادي الاهلي او موسيماني تخوف، اللعيبه ابتدت تتراجع لورا، اللعيبه ابتدت تلعب زون ديفنس، كل هذه الامور ساهمت ان خلاص انت بدي ايه للباير، بتدي له الاستحواذ، بتدي له انه يلعب بفنيات، بتدي له انه بيهاجم، كل هذه الامور خلت ان بايرن يستحوذ وخلت ان بايرن، ولكن في فترات كويسه النادي الاهلي كان مستحوذ، بس هو الشق الهجومي يمكن ده بس اللي احنا كنا بنقول لازم النادي الاهلي يهاجم، لازم النادي الاهلي ما يخافش. النادي الاهلي كان بدايه المباراه، انا رايي الشخصي او انا لو انا كوتش في الفرقه دي كنت لازم اضغط من قدام. ايه اللي يخوفني؟ يعني ايه اللي يخوفني؟ طب ما انا اخوف المنافس. حتى لو انت النهارده جالك ان انت هتخاف من اللي في سكور واللعيبه كل هذه الامور، كنت لازم انا برضو اضغط من قدام تحسبا ان اخلي برضو الناس دي تبقى كشه مني، وممكن استثمر خطا اي حد من المدافعين ممكن اسجل منه. طب انا هسال حضرتك حاجه قيلت يعني من البعض، ودي بعض الاراء اللي كانت موجوده او مطروحه في بعض الاستوديوهات التحليليه برضو لما انا تابعت، يعني البعض كان بيقول الديفنس ميكانيزم في البدايه للاهلي لعبه هو ده يمكن اللي حماه من الهيفي سكول، ان هو دفع بشكل برضو جيد جدا في الشوط الاول. الشوط الثاني شفنا زي ما حضرتك قلت هجوم، وشفنا اداء متميز بصراحه من الاهلي اشاد بالجميع. فيمكن هي كان موسيماني عايز يركز على كده، ان انا مش عايز يدخل فيا جوال في الدقائق الاولى، لان ده ربما هيؤثر على نفسيه اللعيبه بشكل سلبي جدا، فنستنى للشوط الثاني. يعني خليني اعرف من حضرتك. هي بصي، هي دائما استراتيجيه وفهم المدير الفني بصراحه. يعني انا بقول لك، انا لو انا كل مدير فني له فكر، وكل مدير فني النهارده ايه اللي عنده، ايه اللعيبه اللي عنده، ايه القماشه اللي عنده بيقدر يستغلها. في فكر النهارده انا اضغط من قدام، ما عنديش مشكله، في فكر
في فكره ثانيه يقول لك لا انا مش عايز زي ما حضرتك قلتي ان مش عايز يسجل فيها هدف في اول دقائق عشان اللعيبه ما يحصلهاش حاجه نفسيه واللعيبه تبتدي تفك في الملعب وكل هذه الامور. ولكن برضو الاستراتيجيه اللي لعب بيها مستر موسيماني انا احترمها يعني اقدرها احترمها لان الناس كلها كانت بتنزل وسط ملعب بتدافع مفيش مشكله يعني برضو تخوفا من الهيفي سكور ومن لعيبه بايرن وكلام من ده كله. فالامور كلها هتختلف الاراء يعني تختلف الاراء ما بين النهارده لا النادي الاهلي كان لازم يهاجم واراء ثانيه تقول لك النادي الاهلي لازم يدافع. ايوه وكل هذه الامور ساهمت ان حتى ديفنس النادي الاهلي امبارح كان فيه ارتياحيه بغض النظر عن الهدف الاول والثاني بس كان اللعب ديفنس النادي الاهلي جيم كويس. فترات زي ما حضرتك قلت لي فترات كان النادي الاهلي مستحوذ كان ممكن برضو يسجل يعني كان ممكن يسجل في حته الجرأه الهجوميه حته الجرأه الهجوميه لما النادي الاهلي تجرأ هجوميا وابتدى ممكن في كهربا مثلا ضيع طار ضيع حسين الشحات ضيع يعني فرص ممكن النادي الاهلي كان يستغلها ويسجل منها بس الفرص دي تلتينها ان ما كانش ثلاث ارباعها اتقطع نتيجه مس باس. ما انت عشان كده بقول لك ليه دائما الضغط بيولد اخطاء دائما ما بتضغط خصم بيولد اخطاء ميس باس زي ما انت قلت كده بالمعدل ده ميس باس زي ما قلت انت ليه تتخوف؟ ليه تتخوف؟ انت عندك امكانيات لعيبه عندك امكانيات لعيبه الشك الضغط ده تقدر تعمله كويس جدا في مجموعات جنب يمين وجنب شمال تقدر تستثمر دي كويس قوي تقدر لان عندك سرعات وعندك لعيبه تقدر فكل هذه الامور اللي انت ما تخوفت ورجعت بقى نص ملعبك وهذه الامور برضه ادى استحواذ لبايرن وادي له الثقه وهو زي ما قلت لك هو مش عايز يجهد نفسه هو النهارده بيبص لايه؟ بيبص الفاينل بيبص الفاينل هو عنده استراتيجيه المدير الفني استراتيجيه ذكيه جدا جدا طب عدم الزج بديانج من اول المباراه برضو حضرتك بتشوف تاثيرها كان ازاي؟ هو كله فكر يعني هو لعب 4 2 3 1 المعتاده 4 2 3 1 تكتيك الاهلي المعتاد او في كل المباريات ولكن تحسبا زي ما قلت لك كده ليه فرق بايرن وسمعه بايرن ولاعيب بايرن كنت ممكن ابتدي بديانج يبقى الثلاثه في وسط ملعب ثلاثه في وسط ملعب بحس ان انا احتاج حمدي فتحي ينزل حتى يبقى في وسط الاستوبارين برضه تجنبا لاي حاجات من العمق والكلام ده. بس حضرتك بتقول ايه؟ بتقول الخطه المعتاده، ما هيكون انها معتاده اما مبدئيا المدير الفني بتاع الفريق المنافس ايا كان مين هو، خلاص شاف فيديوهات يعني كافيه للنادي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني ويقدر بسهوله يستنتج ان دي خطه الى حد كبير شبه ثابته. الصح ان احنا نثبتها برضه في مباراه بايرن ميونخ ولا كان الصح ان احنا نغيرها؟ بص يا كريم بما يتماشى مع تعالى بص على معظم الفرق المصريه معظم الفرق المصريه بتلعب بتكتيك ايه؟ 4 2 3 1 مش كده؟ الا اذا حصلت ظروف والفرقه دي جه فيها جول مش عارف ايه في بقى استراتيجي مدير فني يقول لك العب براسين حرب يزود بقى القدره الهجوميه يلعب 4 2 4 يحط 2 على الاطراف و2 رؤوس حربه كل هذه الامور وارده في كره القدم وارده في فكر اي مدير فني اذا حصل ان نسجل فيه جول فطبعا 4 2 3 1 هي تنفيذيا ليه انت النهارده برضو بتستثمر الناس اللي على الاطراف بتنزل تساعد الظهيرين واحد زي طاهر مثلا مع علي معلول النهارده حسين الشحات ينزل مع محمد هاني لازم تستثمر كده لازم تستثمر الناس اللي النهارده 2 ضد 2 دايما في الجناب عشان ما تخترقش من الاجناب وتبقى شغل الجناب دايما هو عندك نقطه ضعف النهارده برضو زي واحد زي قفشه النهارده بيلعب تحت راس الحربه بينزل يستلم عشان يحضر عشان يقدر يلاعب اللعيبه فكل هذه الامور بتبقى في 4 2 3 1 هي امور كلها تكتيكيه واسلوب وفكر مدير فني وكده كده في اثناء اللعبه ممكن يتغير يعني التكتيك عادي يعني حسب طبعا يعني ده بيحصل على طول بس انت النهارده عندك التوظيف الامثل النهارده ان انت كنت تغيري امبارح تكيش النهارده بديت بكهرباء راس حربه مين تاني عنده مواصفات راس حربه تاني طيب كابتن فتحي ممكن نطلع فاصل ونرجع للنقطه دي فاصل سريع ونرجع نكمل عزيز كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي الاسبق اللي بنتكلم معاه بكتير من التفاصيل عن مباراه بايرن ميونخ واللي طبعا اكيد برضو عايزين نعرف منه يعني رؤيته للي جاي احنا يعني شلنا ايدنا من المانيا هنحط ايدنا مع في البرازيل الله طبعا هو ماتش برضه على فكره ماتش هيبقى قوي اكيد ليه بص خلي بالك الكره البرازيليه بتتمتع بحاجه كويسه جدا تتمتع باداء فردي اداء الفردي عند اللعيبه اداء عالي جدا يعني دائما يقول لك المهارات الفرديه البرازيليه دي كل العالم بيحب دايما يتفرج على فرق البرازيل واسلوب لعبهم وتكتيكهم حتى لما اتفرجنا على ماتشاتهم لا برضه فرقه كويسه يعني فرقه كويسه ولكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر على هذه المباراه
ان حتى ياخد المركز الثالث يبقى كويس، يعني زي اليابان 2006 بالظبط 2006 في اليابان. يعني احنا لازم برضو نستثمر بقى الكلام اللي احنا النهارده اخطانا فيه مع بايرن، وابتدي بقى ان شاء الله ان شاء الله يوم الخميس ابتدي هاجم، ابتدي هاجم واحط الفرقه دي تحت ضغط بسيف مستمر. بس احنا فعلا وقتها مش هيبقى عندنا حاجه ثانيه نخسرها حقيقي. ايه يعني. بص، هو هدف الاشتراك في بطوله كاس العالم للانديه دي حاجه مشرفه للكره المصريه وللنادي الاهلي ولكل عشاق كره القدم طبعا، دي في حد ذاتها. بس انا بقول ان يبقى فيه هدف، لازم يبقى عندي هدف، الهدف هو ان شاء الله المركز الثالث ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله. هو فعلا لو بصينا بقى الناحيه الثانيه او الزاويه الاخرى، في طبعا شق ايجابي جدا فكره برضه مشاركه الاهلي في يعني بطوله زي دي، وفكره كمان اللي اتكتب عن الاهلي قبل وما بعد المباراه واثناء المشاركه اعتقد كانت حاجه كويسه. ان احنا دلوقتي انا وكريم في الفقره بتاعه الصحافه، ولكن يعني موجود اللي عايز يدخل يدور يدور، الموضوع بسيط جدا جوجل سيرش او تويتر او غير، فحلو. يعني فكره هنا ان صحف عالميه بتشيد بيك بتشيد بالنادي يعني عارف دايما يقول لك ايه يا عم انتوا مش عارف إيه، طب احنا اللي هناك دول بالنسبه لهم احنا كمان قايلين لهم يكتبوا ايه، فيعني التاريخ والواقع بصراحه بيرد. هي بطوله دوليه، بطوله دوليه، فالنهارده اي وسائل اعلام النهارده لازم تكتب وبتكتب زي ما قلت لك النهارده لكل الناس او كل وسائل الاعلام او كل الدنيا السوشيال ميديا وكل كانوا متخوفين ان يبقى في هيفي سكور على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل اداء كويس، النادي الاهلي النتيجه مش وحشه، ما نقدرش نقول النتيجه وحشه. لا طبعا لا طبعا، لازم الناس تكتب، لازم الناس تشيد، ولازم يبقى في ايجابيه في النادي الاهلي انه اشترك في هذه البطوله، عمل جيم كويس ضد بايرن، طلعت النتيجه 2-0، ما كانش متخوف زي برشلونه زي ما حضرتك كل أيوة ارسنال أيوة والكلام من ده. لا، يبقى النادي الاهلي هنا على المستوى الفني ومستوى الاداء يعني ارقم من برشلونه وارقم من ارسنال، والمكاسب الماليه برضو مكاسب يعني كل دي مكاسب، ما انا بتكلم على مكاسب فنيه ومكاسب ماليه ومكاسب جماهيريه وكل يعني. يكفيني فخرا بصراحه، يكفيني فخرا ان جماهير الاهلي في قطر امبارح ما شاء الله، يعني ما شاء الله بتشجع النادي الاهلي لاخر 90 دقيقه صح، وما شاء الله حتى بعد المباراه بتشجع النادي الاهلي. صح، كان مشهد جميل. الى اي درجه كابتن فتحي نقدر نقول ان مباراه الاهلي مع الدحيل ومباراته الاخيره مع بايرن ميونخ ممكن يتقلوا اداء النادي الاهلي في مباراته القادمه ان شاء الله يوم الخميس؟ لا، هو بص النادي الاهلي مع الدحيل، النادي الاهلي كان يقدر يعمل برضه سكور كويس مع الدحيل لعلمك، لان هم كانوا متخوفين بقى قوي مننا. يعني شو احنا كنا متخوفين من بايرن ازاي، هو الدحيل القطري كان متخوف جدا من النادي الاهلي. عمل ايه هو برضه؟ اذا حد كبير نفس هو كان بيهاجمك؟ ما كانش بيهاجمك، كان برضه خايف وتخوف ونازل في نص ملعبه ولكن انت لما اديته الفرصه بعد كده هو ابتدى يهاجمك. ده اللي انا بقول عليه بقى، طالما انت النهارده لعبت زون ديفنس وحسيت ان الفرقه اللي قدامك بتستحوذ وي وي وي، طب ما تضغط بقى من قدام، يعني اضغط من قدام. هو الدحيل القطري عمل كده، زي ما قلت لك النادي الاهلي كان ممكن يقدر يعمل سكور كويس. وبايرن ميونخ تجربه جميله، يعني تجربه جميله برضو للنادي الاهلي، بتدي ثقه للعيبه، بتدي ثقه ايضا للمدير الفني، بغض النظر كان هناك هزيمه من بايرن، ولكن بتدي ثقه للعيبه وبتدي ثقه للجماهير في اداء ولاعيبه النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك اكتر يعني عن الفريق بتاعنا دلوقتي. عندنا يعني جول كيبر رائع جدا محمد الشناوي، يمكن شفنا ده تحديدا كمان امبارح صد الكرات يعني يمكن كانت محسومه. فعندنا برضو اداء الفريق، يعني احنا محمد هاني كمان اشادت بيه الفيفا كتبت عنه، فبرضو لو تطلعنا اكتر تكتيكيا للفريق بتاعنا والمهارات نقدر نقيم ازاي؟ وبصي محمد امبارح كويس جدا، ليه؟ لانه برضه هو خبرته كويسه. شناوي ولا هاني؟ شناوي، هو خبرته كويسه، هو النهارده عنده حته الكور العرضيه متميز فيها، بيقدر يطلع، بيقدر النهارده عنده الرياكشن كويس. فبغض النظر عن هدفين لجم، ولكن هو كويس، هو كويس طبعا، واخد ثقه النهارده، واخد ثقه اعلاميه، واخد ثقه جماهيريه، واخد ثقه جهاز فني. وكل هذه ومان اوف ذا ماتش في مباريات مهمه كتير، بس فالامور دي اديته ثقه كويسه جدا، اديته ايضا الناحيه الفنيه، هو كويس جدا في الناحيه الفنيه زي ما قلت لك، بيطلع جريء حتى في الانفرادات تحس انه كويس جدا. فمحمد الشناوي خلاص اصبح النهارده عنصر اساسي في حراسه مرمى النادي الاهلي. محمد هاني امبارح كويس جدا بصراحة. محمد هاني دفاعيا برضه كان كويس، لان بيلعب عليه واحد مش عايز اقول لك يعني بلفظ كره القدم اراجوز كره قدم، اراجوز كره قدم. فمحمد محمد هاني لعب عليه كويس بغض النظر اذا كان حصل يمكن في اخر
ربع ساعه حصل تعب شويه، ما ادالوش حتى القدره الهجوميه، ما ادالوش القدره الهجوميه ان يبتدي يهاجم، ما عندوش، ما خلاص يعني برضو اللعيبه ما بيستنفذ مجهوده ما بيقدرش يأدي الشق اللي طب رجعنا بقى بعد اذنك يا كابتن فتحي مره ثانيه للمهارات، المهارات الفرديه البرازيليه ومباراه يوم الخميس ان شاء الله. شايف الى اي درجه ممكن تميز البرازيليين عبر التاريخ في التفصيله دي تحديدا والمهارات الفرديه، الى جانب طبعا ان هم بشكل جماعي مش محتاجين طبعا نتكلم عن ده، بس هي فعلا المهارات الفرديه مميزه قوي عندهم، ازاي نوقف الشكل ده من اشكال الخطوره؟ انا واثق تمام الثقه ان مستر موسيماني او الكابتن موسيماني او المدير الفني للنادي الاهلي لازم يستثمر مباراه بايرن زي ما قلت لك، لازم بقى يبتدي ما يتخوفش، يتخوف لازم يضغط، يضغط كويس جدا، لازم يدي حريه للعيبه، لازم اللجنه دي تشتغل كويس جدا. يعني انت خسرت الجنب الشمال علي معلول، برضه خسرت يمكن برضه نتيجه التشد العضلي طبعا. محمد هاني برضه لازم يستثمر هو الجنب يشتغلوا كويس جدا، لان هم خلي بالك الكره البرازيليه بيتمتع دائما بالشق الهجومي، هتلاقي فيه خلل عنده في الدفاع، هتلاقي دائما في خلل في الدفاع. طب احنا نفس القصه الى حد ما كانت تنطبق على بايرن ميونخ. تعالى بص، تعالى بص، عندهم خط هجوم قوي جدا، ولكن عندهم دخل في مرماهم مش عارف كام، 50 مباراه 26 هدف تقريبا حاجه كده، بدل ما نقول ارقام هو هي دايما بتبقى موازنه دايما، ولكن هو امبارح النهارده بارتداده سريع جدا بايرن، يعني حتى لما بيفقد الكره ارتداد سريع قوي. ليه؟ برده متخوف، يعني متخوف ان يجي فيه جول وهو كسبان واحد برده يقلب الموازي، هو متخوف. فالامور كلها اصبحت دائما كره القدم النهارده لازم يبقى عندك جراءه، لازم يبقى عندك جرأة، ما تخافش بس في الوقت الصح يا كابتن. التايمنج امتى؟ وانا مش هبقى جريء طول الوقت.